كانت فتح. دكتور عبد الله، أولا يعني هناك الآن ربما في القاهرة يعقد مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص تداعيات نقل السفارة وما جرى في غزة، ما هو المتوقع من الدول العربية وما هو المطلوب فلسطينيا من الدول العربية؟ وزير خارجية فلسطين قدم مداخلته في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة قبل قليل، وطرح مجموعة من الخطوات التي يجب أن نتبعها. أولا، عاد النظر إلى القرارات القمة العربية في العام 1980 وتكررت 1990 و2000 والتي تقول أنه تجميد العلاقات الدبلوماسية مع كل دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. ثانيا، طرح بعض الإجراءات التي يمكن أن تقدم عليها الدول، أقدمت عليها البعض ربما غير العربية ولكن دول عربية، استدعاء سفراء الأمريكان وإبلاغهم بالموقف العربي الرافض للخطة ترامب وخطرها على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، استدعاء سفراء العرب من واشنطن احتجاجا على الخطوة الأمريكية، استمرار توجه على الساحة الدولية يعني في حال مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي إجراء، خاصة بالتحقيق محايدة في أحداث غزة والمجزرة التي ارتكبت يوم الاثنين الماضي، ربما التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بن متحدون من أجل السلام. نعم، طيب دكتور عبد الله،